بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم، معكم مستر نور وقناة النورانيوم. النهارده إن شاء الله هنتكلم على أسئلة الباب الأول الفصل الثاني في كيمياء الصف الأول الثانوي. النهارده إن شاء الله بنتكلم على الباب بتاع النانو تكنولوجي. هنبدأ بالأول بالأسئلة التمهيدية لتذكر المفاهيم الأساسية للدرس، وطبعا هي بتكون يعني سهلة وعشان كده بقول لك أجب بنفسك. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. أي مما يأتي يعبر عن التغير الحادث في مساحة سطح وحجم مكعب من السكر عند طحنه؟ مساحة السطح بتزيد لكن الحجم بيظل إيه؟ بيظل ثابت. بهنا الإجابة هتكون هي رقم جيم، إن مساحة السطح بتزداد في حين إن الحجم بيظل إيه؟ يظل ثابتا، وده بيخلي إن سرعة التفاعل بتكون كبيرة جدا. السؤال الثاني بيقول، ترجع الخواص الفائقة للمواد النانوية إلى النسبة الكبيرة للغاية بين مين ومين؟ الطول والحجم ولا الكثافة والحجم ولا الكتلة والحجم ولا مساحة السطح والحجم؟ طبعا النسبة الكبيرة بمساحة السطح والحجم، لان مساحة السطح بتكون كبيرة جدا والحجم بيكون ايه؟ والحجم بيكون ثابت، فده بيكون كبيرة جدا وبالتالي ده بيكون ثابت، فبالتالي النسبة بتطلع كبيرة. جميع ما يلي مواد احاديه البعد النانوي عدا الاغشية الرقيقة احاديه صدفة النانو ثلاثية بالاجابة به. من المواد الثنائية الأبعاد، أنابيب الكربون ولا كرة البوكي ولا الألياف ولا صدفة النانو؟ طبعا عندي أنابيب الكربون النانوية. السؤال الخامس، مادة تستخدم كحامل فعال للأدوية، هل صدفة النانو ولا خلايا السيليكون ولا كرة البوكي ولا الألياف؟ طبعا احنا أخذنا أن كرة البوكي من جوه بتكون مجوفة وبالتالي مناسبة لحمل الدواء، يعني إجابة هتكون هي رقم جيم. السؤال السادس، من التقنيات الحديثة في علاج انسداد الشرايين أو الشريان التاجي، كرة البوكي ولا الروبوت ولا صدفة النانو ولا الأنابيب؟ لو عندي هنا شريان فيه انسداد أنا محتاج أعمل إيه؟ ده كده بتكلم على الجلطة، يبقى أنا كده محتاج يا إما أعمل عملية جراحية أو أبعت لها نانو روبوت، النانو روبوت ده يقوم يكسر الإيه؟ الجلطة دي ويمشي الدم تاني، فبالتالي الإجابة هتكون هي الروبوت النانوي. السؤال السابع، من تطبيقات تكنولوجيا النانو في مجال البيئة، انتاج مجال البيئة، خلي بالك، اجهزة النانو اللاسلكية ولا المرشحات ولا انسجة طاردة للبقع ولا خلايا وقود هيدروجيني؟ ايه اللي يتماشى مع البيئة؟ طبعا المرشحات ولا اجهزة النانو ولا انسجة طاردة ولا خلايا وقود؟ طبعا المرشحات النانوية عشان خاطر استخدمها في عملية التنقية، سواء كان بقى ايه تنقية الهواء او تنقية المية، عشان كل حاجة لها علاقة بالايه؟ بالتلوث. طيب السؤال اللي بعده كده، احنا خلصنا الاسئلة بتاعة الاختار. طبعا مش هيجي لك في المنهج بتاعك اسئلة علل، لان ده مش من ضمن الاسئلة بتاعة منهجنا، ماشي؟ يعني مثلا ليه ممكن ندردش فيهم مع بعض. يعتبر النانو وحدة قياس فريدة، ليه؟ لان هنا على مقياس النانو بتظهر خواص جديدة للمادة لم تكن معروفة من قبل عن الحجم ليه العادي. ليه بيتغير لون الذهب عند تحول ابعاد دقائقه من مقياس الماكرو الى مقياس النانو؟ قلنا ليه؟ بسبب اختلاف التفاعل مع الايه؟ مع الضوء. انابيب الكربون اقوى من الصلب لنظرا لقوه الترابط الكبيره بين جزيئاتها. ليه كره البوكي برمزها سي 60؟ عشان بتتكون من 60 ذره كربون. تكنولوجيا النانو قد تؤدي الى خلال مبدا المساواه الاجتماعيه. هقول لنا عندي مجتمعات متقدمه جدا وعندي مجتمعات فقيره ما عندهاش ابسط قواعد التكنولوجيا، وبالتالي ده بيؤدي الى مبدا عدم المساواه، يعني الغني يزيد غنى والفقير يزداد فقر. طيب ما النتائج المترتبه على، اول حاجه بيقول لي تقلص حجم دقائق الذهب الحجم النانوي، هنقول اختلاف اللون، طبعا واللون بيختلف على حسب الايه؟ الحجم النانوي. بهنا اختلاف اللون، تقلص حجم دقائق النحاس هيؤدي الى زياده الايه؟ زيادة الصلابة، لان هنا بيكون النحاس النانوي اكثر ايه؟ اكثر صلابة من النحاس العادي. طيب رقم 3، اختراق جزيئات النانو الدقيقة جدا لغشية الجلد واستقرار داخل الجسم هيؤدي الى حدوث امراض للانسان او الحيوان، وبالتالي ده من الاوجه الضرر المحتملة للمواد النانوية، وبنقول محتملة ليه؟ عشان هي اصلا مش منتشر، عشان اعرف. طيب السؤال اللي بعده، هنا ولاد بيقول لي اول جزء بنتكلم عليه جزء البادئات او اللي هي القيم بتاعه التحويلات، سواء القيم اكبر او قيم اصغر. القيمه 3 من 100 سكند مقدره بوحده النانو الثانيه،
طيب انا عايز هنا ده 3 من 100 ثانيه مقدره بوحده النانو، عشان احول هنا ده كده عايز اعرف فيها كام نانو. الثانيه فيها هقول كده 0.03 مضروبه في 10 اس 9، لان الثانيه الواحده فيها 10 اس 9 نانو، فتطلع بكام؟ طبعا هنا 3 من 100 بالاله تطلع بقى 3 في 10 اس 7 نانو سكند، يعني 3 في 10 اس 7 نانو سكند، يعني الاختيار هيكون هو لتر بي. السؤال اللي بعده بيقول لي اي المواد الاتيه هي كتلتها هي الاكبر؟ طيب بص معايا، 1000 مللي جرام، طبعا حولها كلها لجرام، ال 1000 مللي جرام ديت الملي يعني بتساوي كام؟ بتساوي 1 جرام، لان هضرب في 10 اس كام؟ 10 اس سالب 3 عشان اخليها جرام، وبالتالي ال 1000 هتطير مع 10 سالب 3 يبقى 1 جرام، 1 كيلو جرام يعني ده 1000 جرام. طيب هنا عندي بقى 10000 جرام، طبعا الرقم ده 10000 هو كده الاكبر لحد دلوقتي. طيب ده كده 10000 مللي جرام من الريش، ال 10000 مللي جرام ده يعني كام؟ يعني 10 اس 5، ده 10 اس 4 سوري، في الملي ده 10 اس سالب 3، تطلع بكام؟ تطلع ب 10، 10 جرام، يبقى الرقم الاكبر هو رقم كام؟ رقم ج، ده الرقم الاكبر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي الكميه 398 من 1000 متر تكافئ كام؟ هنا كل الوحدات ملي متر، يبقى انا هحولها لملي، بالملي من متر الملي هضرب في 10 اس 3، هضرب في 10 اس كام؟ اس 3، يعني هنا 3 9 8 على 1000 تمام كده، وهضرب في 10 اس 3 يعني في 1000، طبعا واضح جدا هتطلع 398 نانو متر ملي متر اسف، وبالتالي هيطلع الاختيار هو رقم ايه. طيب سائل حجمه 15.7 من 10 ملي لتر، ما مقدار هذا الحجم وحدة النانو لتر؟ بص يا سيدي، هقول هنا هضرب الوحدة هي 15.7 في 10 اس سالب 3 كده، انا خليتها لتر، على انا عايز بوحدة النانو لتر ديت يعني 10 اس سالب 9، بالآلة بقى ونخلصها كده 10 اس سالب 9 هتطلع فوق ب 10 اس 9، وكده الفرق بينهم ب 6، يبقى 15.7 من 10 في 10 اس 6 نانو متر. تاني 15.7 من 10 في 10 اس 6 نانو لتر. طيب مفيش هنا يا مستر 15.7 من 10 دي خالص، في 10 اس 6 اعمل ايه؟ حرك الاس، حرك الاس يعني هات العلامه دي هنا كده، هتبقى 1.57 من 100 في 10 اس 7 اللي هي دي. طيب يا مستر انا هعرفها ازاي؟ ازاي هعرف ان دي هي دي؟ لو عندك رقمين وشاكك ان هو بيساوي بعض يقسمهم على بعض، لو طلع الناتج بواحد يبقى الرقمين دول بيساوي بعض، يبقى هنا الاجابه تطلع لتر سي. يبقى احنا كده في السؤال الرابع الاجابه هتطلع لتر سي. السؤال الخامس، السؤال الخامس من الاسئله المهمه جدا، بيقول لي اي الكميات الاتيه متساويه في الكتله؟ 10 اس 8 نانو جرام و1 من 10 مللي جرام، هتبدا تعمل ايه بقى؟ هتحولهم كلهم لجرام، ازاي؟ هنا عندي 10 اس 8 نانو، يبقى هنا 10 اس 8 في 10 اس سالب 9 عشان احولها لجرام، هتطلع لي ب 10 اس 1. طب تعالى الناحية دي كده، 1 من 10 يعني 1 في 10 اس سالب 1، والملي يعني 10 اس سالب 3، تطلع بكام؟ هتطلع ب 1 في 10 اس سالب 4، مش بيساوي بعض. تعالى على ب 10 اس 2 مايكرو جرام، يعني 10 اس 2 دي هضربها في 10 اس سالب 6 يطلع 10 اس سالب 4، وهنا دي 10 اس 8 نانو جرام، حسبناها قبل كده 10 اس 8 نانو جرام كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي احنا هنا نضربها في 10، دي 10 اس سالب 1 كمان على فكره، تطلع ب 10 اس سالب 1، طبعا 10 اس سالب 1 و10 اس سالب 4 مش بيساوي بعض، لتر سي. 1 من 10 مللي جرام، 1 من 10 يعني 1 في 10 اس سالب 1، والملي يعني 10 اس سالب 3 يعني تطلع ب 10 اس سالب 4. حلو، وهنا عندي 1 من 1000 يعني 1 في 10 اس سالب 3 برضه ما بيساووش بعض، ده 10 اس سالب 4 وده 10 اس سالب 3، كده الاجابه هتطلع لتر دي. طب نحسبها كده، 10 اس 2 مايكرو يعني 10 اس 2 في 10 اس سالب 6 يعني 10 اس سالب 4، وهنا 1 من 10 مللي جرام، 1 من 10 مللي جرام يعني 1 في 10 اس سالب 1 دي كده معناها 1 من 10 في 10 اس سالب 3 يعني بتطلع ب 10 اس سالب 4، يبقى هنا 10 اس سالب 4 و10
وهنا 10 أس سالب 4، يبقى هنا القيمتين دولت هما اللي بيساووا بعض، يبقى الإجابة في رقم 5 هتطلع لتر دي. هنا بيقول لي الشكل المقابل لمخبار مدرج، ما وحدة القياس المناسبة لقياس الحجوم؟ هل ملي متر مكعب دي ملي دي كده ملي متر مكعب ولا ملي متر مربع ولا سنتيمتر مكعب ولا سنتيمتر مربع؟ الأول هستبعد سي وهستبعد ايه، عشان متر مربع ده مساحة مش حجم. عندي ملي متر مكعب وعندي سنتيمتر مكعب، طبعا ده مدرج. الملي متر مكعب دي وحدة بتكون صغيرة جدا، وبالتالي هنستخدم السنتيمتر مكعب بدل من الملي متر ايه مكعب. طيب السؤال رقم 7، السؤال بيقول قرر احد او قرر طبيب لاحد مرضاه تناول 125 من 1000 جرام من مادة الامبسلين الفعال، فاذا كان كل 5 ملي من دواء الشرب الامبسلين يحتوي على 250 ملي جرام من المادة الفعالة، ما الحجم الذي يلزم ان يتناوله المريض في كل جرعة؟ هل 5 ملي ولا 2.5 ملي ولا 1.25 ملي ولا 75 من 100 ملي؟ بص يا سيدي هنحسبها ازاي؟ هنجيب علاقة ما بين المادة الفعالة وما بين الايه؟ الدواء اللي الدكتور هيكتبه، وهنا هجيب علاقة بين دواء الشراب تمام، وهجيب علاقة بين المادة الايه؟ الفعالة. طيب هنا بقى بص ركز بقى معايا كده، المادة الفعالة هنا احنا قلنا كل 5 ملي، كل 5 ملي بيحتوي على قد ايه؟ بيحتوي على 250 ملي جرام، 250 ملي جرام. طب هو الدكتور وصف له قد ايه؟ الدكتور وصف له انه ياخد 125 من 1000 جرام، يبقى محتاج من الدواء مقدار اكس، اللي هنا كميه الماده الفعاله اللي هو محتاجها تمام 125 من 1000 جرام، بس خلي بالك بقى 0.125 دي كده جرام، انا عايز اخليها ملي، يبقى اضرب في 10 اس 3 عشان احولها لايه؟ عشان احولها بدل ما هي جرام تبقى ملي جرام، واعمل بقى طرفين في وسطين الاكس اللي قصد الاكس اكس اقسم عليه، يبقى هنا ايه اللي قصد الاكس 250، يبقى 250 تحت، وهنا هيبقى 5 في 125 من 1000 مضروبه في 10 اس 3 تطلع في الاخر بكام؟ هتطلع في الاخر ب 2.5 ملي، 2.5 ملي يعني الاجابه لتر بي، الاجابه تطلع بي. طيب ده كده السؤال رقم 7 والاجابه تطلع سي، تطلع بي اسف 7 الاجابه تطلع بي. طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 8 بيقول فيه اي الاحرف الموضحه على الشكل البيان المقابل تعبر عن الحجم الحرج؟ الحجم الحرج اللي بيبدا يحصل فيه تغير في الخواص تمام. بص معايا كده، احنا هنا بيبدا الحجم او اللي هي الخواص النانويه تبدا تظهر امتى؟ لما الحجم يقل. طب بص كده الحجم بيقل، وهنا دي كده الصلابه، الحجم من دي بيرجع تاني والصلابه عملت ايه؟ الصلابه ثابته. عند النقطه سي بدات الحجم يتغير، الحجم يعني لو صغرت لحد الحجم سي من بعد منه بدا الصلابه تزيد، يبقى هنا ده معناه ان النقطه اللي حصل فيها تغيير في الخواص هي ديت الحجم النانوي الحرج، يبقى ده معناه ان هنا النقطه سي هي اللي حصل عندها التغير، اذا الاجابه هتطلع لتر سي. السؤال التاسع بيقول لي الشكل المقابل بيعبر عن، الشكل المقابل يعبر عن صلابه 4 حالات نانويه لعينه من احد العناصر، اي الحالات تكون المساحه الكليه لها اكبر ما يمكن؟ اكبر ما يمكن يا اولاد ده معناه هاخد الاقل صلابه، احنا خدنا الحجم لما بيقل تبدا الصلابه ايه تزيد، والدليل ان النحاس النانوي عنده صلابه اكبر لانه حجمه اصغر. طيب هو عايز يكون اي العناصر دي بتكون المساحه الكليه لها اكبر، يبقى ده معناه ان الصلابه بتكون ايه؟ الصلابه بتكون اقل. هل ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ المفروض بقى انت كده فهمت الفكره، ها هختار احنا هناخد درجه الصلابه ماشي، يبقى هنا عندي مين المفروض نختار دي يا مستر؟ لا الاجابه لتر ايه. الله 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 ازاي؟ بص يا سيدي افهمك معايا، انا كل ما جزأ الحاجه ماشي ايه اللي يحصل؟ تقوم المساحة السطح تزيد، مساحة السطح لما تزيد كتيره ده معناه ان ان حجم الجزيء الواحد صغير جدا، تاني الماده كل ما اطحنها قوي مساحة سطحها هتزيد وبالتالي الصلابه هتزيد، والاختيار هيكون هو لتر ايه. تاني الشكل المقابل يعبر عن درجة صلابة 4 حالات نانوية العينة، أي هذه الحالات يكون المساحة الكلية لها أكبر؟ أمال يا مستر إمتى أختار دي؟
اختار دي لو قال لي ان انا عايز الجزيء فيها او حجم الجزيء الواحد. لو قال لي حجم الجزيء الواحد كبير يبقى ده يكون اقل ايه؟ اقل صلابة. لكن هو عايز يجيب المساحة الكلية، يعني المادة مجزأة لاصغر حجم ممكن، هنا الصلابة هتزيد، يعني نختار يكون لتر ايه. سؤال يعني قد تكون طريقة الصياغة بتاعته مش واضحة قوي، عشان كده ممكن تتلخبطوا فيه شوية. طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 10 بيقول الأشكال المقابلة تعبر عن ثلاثة عينات من مادة واحدة، كتلة كل منها 50 جرام، الكتلة متساوية، وعند إذابة كل منها بمفرده في 500 ملي من الماء في درجة حرارة الغرفة، وجد أن معدل ذوبان سي يكون هو الأقل. ما التفسير العلمي أن العينة سي؟ هل حجمها أكبر ولا مساحة سطحها أقل ولا عدد جزئياتها أكبر ولا كثافة مادتها أقل؟ أولا دي مستبعدة، هم من نفس المادة ماشي. هنا واضح جدا ان سي مساحه سطحها اقل، لكن مساحه السطح كل ما جزأ كل ما مساحه السطح تزيد، يعني الاختيار يكون هو رقم ب. السؤال رقم 11 بيقول لي يلزم لوصف احد الدقائق بانها نانويه، هل تكون ذات بعد واحد فقط؟ مفيش حاجه لها بعد واحد، لازم بعدين على الاقل طول وعرض. هل يقدر طولها وعرضها على الاقل بمقياس نانوي؟ عندها كده بعدين نانوي. طيب يكون لها طول وعرض وارتفاع ولا يكون لها بعد واحد نانوي على الاقل؟ طبعا هنا واضح جدا ان الاجابه هل يقدر طولها وعرضها على الاقل، تقدر ماده احاديه البعد، احاديه البعد فيها بعد واحد بس نانوي، يبقى الماده تكون نانويه وليها بعد واحد على الاقل يقاس بمقياس النانو، اللي هي المواد احاديه البعد النانوي، عندها بعد واحد بس صغير والباقيين كبار. زي مثلا ايه؟ لما اجي اقول لك الكراسه اهي ليها طول وليها عرض، لكن الثيكنس او السمك بتاعها صغير جدا، يبقى عندنا هنا الارتفاع بتاع الورق ذات نفسه صغير يقاس بالنانو، حاجه شبه كده يعني. طيب السؤال اللي بعده السؤال رقم 12، تطلى شاشه الموبايل بسائل نانوي ليتكون على سطحها غشاء رقيق يحميها من الخدش والكسر، ما نوع الماده التي يصنع منها السائل النانوي؟ هل غرويه ولا احاديه البعد ولا ماده معلقه ولا ماده ثنائيه البعد النانوي؟ قلنا اولاد اخذنا هنا الماده اللي بستخدمها في التغليف، خلاص عندي ماده احاديه اللي هي البعد اللي هي الاغشيه الايه؟ الاغشيه الرقيقه، عشان اغطي بها حاجه تانية، الاغشيه الرقيقه اللي كنا بنستخدمها عشان نغطي بها سطح ايه اخر. السؤال رقم 13 وده سؤال مهم جدا ولازم تعرفه، بيقول لي اي مما ياتي يعبر عن ابعاد مادة ثنائية البعد النانوي؟ يبقى عندي هنا بعدين ماشي، لازم يكون عندي بعدين اقل من كام؟ اقل من 100 نانو متر، اقل من 100 نانو متر. طيب هنا الابعاد دي بالمتر خلاص، يبقى لازم احولها كلها نانو متر، يبقى هتضرب كل الابعاد دي في 10^9. ليه؟ عشان اخليها بالنانو. حلو، حط بقى 10^9 في كل الخانات، 10^9 هنا كده 10^9 و 10^11، هيبقى لنا 10^ كام؟ 10^2 2. تمام؟ لا دي كده كبيره قوي. طب تعالى لو حطيت هنا 10^9 و 10^9 و 10^10 هيبقى لنا 10^1، يعني دي تبقى 200 × 10^1. تمام؟ 200 × 10^1 يعني تطلع ب 20. طب تعالى هنا 320 × 10^12، لما احط 10^9 جنبها هيبقى لي 10^ كام؟ هيبقى لك 10^3. 10^3 يعني تطلع 0.320، يعني كده هي احنا قلنا من 1 لـ100. من 1 لكام؟ من 1 لـ100. يبقى كده الاختيار رقم ا لا بعيد عننا مش معانا. طب تعالى نبص على رقم ب، هنا هحط 10^ كام؟ 10^9. 10^9 في 10^ 10 ب 10^1، يعني تطلع 2/1 ماشي. كل ده انا بخلصه بالقلم، بس انا بخلصه بدماغي دلوقتي. دي 18/100 × 10^5، اللي هي لو حطيت 10^9 جنبها تبقى 10^ كام؟ 10^4. 10^4 يعني تطلع هنا 18/10^2. لا الرقم ده كبير جدا، يبقى ده كده مش نانوي، ده كده ينفع نانوي، ده مش نانوي. هنبص الرقم اللي بعده، لو نفع يبقى ده الاختيار الصح. حط 10^9، هطير 10^9 مع 10^9 يبقى لي 17. 17 دي اقل من 100، يبقى هي دي كمان بعد نانوي، يبقى الاختيار هيكون رقم ب. ليه؟ عشان عندي بعدين اللي هم الطول والارتفاع اقل من 100 نانو متر، اقل من 100 نانو متر.
يا مستر احنا عملنا ايه؟ ضربنا في 10 اس 9، ليه؟ عشان الابعاد عندي بالمتر، فلازم اخليها بالنانو متر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ما الابعاد المحتمله؟ هو نفس السؤال اللي فات على فكره، بنفس الفكره يعني. دي كده كوره البوكي، يعني عايز الثلاث ابعاد اقل من كام؟ اقل من 100 نانو متر. طيب بنفس الفكره، ده نانو متر اهو. طيب انا عايز من 1 ل 100. طب بص على الف كده، 322 38، هنا عندي ده كبير وده كبير وده صغير، لا ده كده نانوي، احنا عايزين الثلاثة، يبقى رقم ألف ما تنفعش. طيب بص على ب، 179 أكبر من 100 ما ينفعش، 180 أكبر من 100 11، يبقى ديت زي اللي فوقها عندها بعدين نانويين، يعني ثنائية البعد النانوي، ما تنفعش. طب بص على ج، 86 أقل من 100، 94 أقل من 100، 91 أقل من 100، يعني الاختيار رقم ج، عشان عندي الثلاث ابعاد اللي هنا بيكونوا اقل من 100 نانو متر. السؤال رقم 15، اي اذا كانت ابعاد كره البوكي هي 86 في 10 اس سالب 9، 9 في 10 اس سالب 8، و 910 في 10 اس سالب 10، فاي من ما ياتي يعبر عن الابعاد المحتمله لدقائق الدواء المنقوله بواسطه هذه الكره؟ خلي بالك لازم يكون ابعاد الدواء اقل من اصلا اللي موجود جواها. تاني يعني مثلا لو الكوره هفترض ان هنا الحجم بتاعها ب 100، فلازم اللي هتشيله اقل من 100 عشان ينفع يخش جواها. تاني هو هنا مديك الابعاد بتاعه كوره الايه؟ كوره البوكي. طيب اعمل ايه دلوقتي يا مستر؟ لما تيجي كده تشتغل هنا لازم اخد بالي ان هنا لازم تكون الابعاد دي اقل منها، يعني الدواء اللي هتنقل ده لازم يكون الابعاد اقل منها. طيب احلها ازاي؟ بص يا سيدي، هو بيقول لي هحطها جواها، فبالتالي طبعا بتكون صغيره يعني ثلاثيه البعد. طيب هنا 86 ده نانوي، 94 ده نانوي، 910 ده مش نانوي، يبقى ده كده ثنائيه البعد ما تنفعش. طيب تعالى بص على رقم ب، لما اجي ابص على رقم ب، 86 نانو 90 91 دي ثلاثيه البعد، دي تنفع. خلي بالك، طب بص على ج، 250 في 10 اس سالب 10، يعني 25 في 10 اس سالب 9 متر، يعني تطلع ب 25 نانو، دي نانوية. طب 27 نانو دي اقل من 100 نانوي، 180 في 10 اس سالب 10، يعني هنا 18 في 10 اس سالب 9، تمام، وهطير السالب 9 مع 9 يبقى لي كام؟ 18، ده هو كمان نانوي، يبقى ده ثلاثي البعد وده ثلاثي البعد، يبقى الاجابه قد تكون ب وقد تكون ج. طب بص على ده كده، 650 في 10 اس سالب 9 هتطلع 650 اكتر من 100 مش نانوي، 7 في 10 اس سالب 9 ده كبير وده هو اللي نانوي بس، وبالتالي ده المستبعد. طيب يبقى انا كده بعمل يعني ايه، بختار ما بين اجابتين، يا اما تكون ب يا اما تكون رقم ج. طيب لازم تكون ابعاد الدواء اقل من الابعاد اللي معانا. بص الابعاد اللي معانا 86 و9 و910 اللي هي ب 1 اللي هي ب 9، قلنا دي كده 91 في 10 اس سالب 9 يعني 91، فلازم تكون الابعاد اقل. بص معانا كده، على فكره المفروض احط هنا مثلا 900 مثلا عشان تطلع بالنانو، ثلاثيه البعد يبقى ثلاثيه البعد النانو، لو هنا كانت 900 في 10 اس سالب 8 مثلا هتطلع هنا تعمل او 90 مثلا، ماشي. لو انا قلنا الرقم ده، احنا خلي بالك 90 في 10 اس سالب 8 لو حطيت 10 اس 9 هتطلع ب 90 نانو متر، لا اسف تاني كده، لو انا هنا ضربنا في 10 اس 9 تطلع بكام؟ ب 10 يعني 90، دي كده 90، دي كده 90 نانو متر، تمام. طيب هنا دي كده 910 اللي هي ب 91، وده 90 نانو متر، ودي كده 86، دي نفس الابعاد، يبقى رقم ب ما تنفعش، يعني الاجابه هتكون هي رقم ج، عشان ده 25 اصغر من 86، وده 27 اصغر من 90، وده 18 اصغر من ال 91، يبقى هختار رقم ج لان ابعادها اقل من كوره النانو عشان تقدر تخش جواها يعني. طيب السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يا اولاد، انا بتكلم على السؤال رقم 16، بيقول لي ما عدد ذرات الكربون التي ترتبط بها كل ذره كربون في كل من كره البوكي وانابيب الكربون النانوي؟ طبعا ده يا اولاد معتمد ان انا ابص على الرسمه تاني. طبعا الاسئله دي معتمده ان انت تبص في الرسمه ويكون عندك سرعه بديهه، يعني مثلا لو جينا ارجع لورا كده بس في كره البوكي اللي هنا، هرجع هنا كده مثلا في كان في كره بوكي هنا كده، بسم الله، لا في الصفحه اللي بعدها، بص هنا في كره البوكي كده، خد اي ذره كربون، الذره دي مثلا اهي مربوطه بذره
وهنا دي التانية ودي كده كام؟ التالتة. يعني كل ذرة كربون مربوطة بإيه؟ بثلاث ذرات كربون. ولما تيجي تبص على الرسمة بتاعت ألياف الكربون تمام أو أنابيب الكربون النانوية هتلاقي برضو إن هي مرتبطة برضو بثلاث ذرات كربون، يبقى الاختيار هيكون هو رقم ألف. السؤال رقم 17 بيقول لي ما وجه الاختلاف في ارتباط ذرات الكربون ببعضها في كل من كرة البوكي وأنابيب الكربون. طب تعالى بص كده نشوف الرسمة دي كده، بص كده دي كده كرة البوكي بس مدلعة شوية، هتلاقي هنا واخدة مرة خماس ومرة سداسي، دي خماسي اهيت ودي سداسي، خماسي سداسي خماسي سداسي، تاني الشكل ده كده سداسي، واخد الشكل ده كده السداسي، ده الشكل السداسي تمام، وده الشكل الخماسي، هتلاقي الشكلين بيتبدلوا مع بعض، ده كده سداسي وده سداسي ده خماسي، الشكل ده كده ايه؟ خماسي. تاني ركز في الحقيقة في النقطة دي كده، هتلاقي ده خماسي سداسي سداسي، يبقى هنا ده خماسي وسداسي، ده كرة البوكي، دي كده كرة البوكي. طب تعالى بقى بص هنا كده، هتلاقي الشكل ده سداسي بس، يبقى هنا لما اجي اختار هختار الاختيار خماسي وسداسي يعني رقم ألف ماشي، واما انابيب الكربون واخده الشكل السداسي فقط. بقى السؤال رقم 17 تمام، خماسي وسداسي قلنا بقى يبقى رقم ج، سو خماسي وسداسي، تاني قلنا كره البوكي خماسي وسداسي تمام، لكن انابيب الكربون النانويه واخده الشكل السداسي فقط، الخماسيه اللي هي الشكل ده كده، ده كده شكل خماسي، وهنا حلقات الكربون واخده كل ركن من اركان الشكل، اما السداسيه اهوت زي دي كده، وبرده ذرات الكربون واخده ركن من كل واخده او كل كربونه محتله ركن من اركان الحلقه بالشكل ده كده، ده كده الشكل ايه؟ السداسي، بس سداسي وخماسي لكن هنا بتكون سداسيه فقط، يعني 17 اللي جابها تكون هي رقم ج. طيب السؤال اللي بعده سؤال رقم 18. السؤال رقم 18 بيقول احد استخدامات المواد ثلاثيه الابعاد النانويه، هل صناعه الروبوتات النانويه ولا استهداف الخلايا المريضه بالدواء المناسب؟ يعني اللي احنا بنتكلم كده على كره البوكي، وكره البوكي من المواد ثلاثيه البعد النانوي، يعني الاختيار هيكون هو رقم ب 19. الجسيمات النانويه المغطاه بالذهب تستخدم في ايه؟ ضعف البصر، فطريات القدم، سرطان الثدي، ولا الديدان الاسطوانيه؟ طبعا علاج السرطان، والدكتور مصطفى السيد هيكون هنا سرطان الثدي. السؤال رقم 20، في ضوء اهتمام العلماء بخفض استهلاك الوقود في الطائرات، تجرى محاولات لاستبدال الموصلات النحاسيه الموجوده فيها بموصلات من البلاستيك تعرف بالبولي انيلين، اي مما ياتي يضاف الى البولي انيلين ليجعله موصلا للكهرباء بدرجه تفوق توصيل النحاس. ها تفتكر ايه اللي اخدناه كان بيوصل الكهرباء احسن من النحاس وصلب اكتر من الماس؟ طبعا انابيب الكربون النانويه طبعا على طول، وده سؤال مباشر، ورقم 20 الاجابه هتكون رقم الف. السؤال رقم 21، في سؤال 21 بيقول لي الشكلان المقابلان يمثلا خلايا شمسيه، إذا تم تشغيل الخليتين بنفس الفترة الزمنية فإن دي شمسية عادية ودي النانو سيليكون. طبعا النانو سيليكون معروفة إن هي بتحول كل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية ومفيش فقد في الطاقة. هل درجة حرارة الخلية إيه اللي هي العادية تساوي البي؟ لا طبعا ما بيساووش بعض لأن دي مفيش فيها تصرف في الطاقة. درجة حرارة الخلية إيه تكون أقل؟ خلي بالك درجة الحرارة العالية قوي ده دليل عدم كفاءة، يبقى الإجابة بي ما تنفعش. جيم كمية الطاقة الكهربية المتولدة من ايه اللي هي العادية اكبر؟ لا طبعا، يبقى كده قدامي الاختيار هو رقم د، كمية الكهرباء المتولدة من ايه اقل من كمية الكهرباء المتولدة من بي، لان النانو سيليكون بتولد كمية كبيرة جدا من الطاقة ولان مفيش فقد في الطاقة تذكر، يعني الاختيار هيكون هو رقم د. السؤال اللي بعده، عندي اسئلة مقالية بقول لديك خمس كميات فيزيائيه مختلفه، 2 متر مكعب، نص جرام، نص كيلو جرام، 600 سنتيمتر مربع، و20 ملي متر. استخدم الحس العلمي وانت عندك حس علمي في تحديد الوحده المناسبه لكل ميل، يعني ايه؟ يعني مثلا بتقدر كتله شخص طلعت معاك ب 100 طن، طبعا ده مش يعني بالحس العلمي او بالحس الفيزيائي غلط، ما ينفعش. طيب كتله مشبك ورق، مشبك الورق ممكن يطلع نص جرام. طيب ماشي، طول المشبك، طول مشبك الورق طبعا هاخده الطول 20 ملم، هو ده بس اللي عندي طول 20 ملم. حجم صندوق فريزر طبعا ده الحجم كبير، يبقى هنا ممكن بالمتر مكعب اصلا مفيش غيره،
2 متر مكعب. مساحة سطح غلاف، يعني عايز حاجة بالتربيع، يبقى هنا 600 سنتيمتر مربع. طيب المربع ممكن تكون نص كيلو، نص كيلو جرام. ده كده يعني ايه بالحس العلمي. احسب الكميات الناتجة من التحويل. هنا بيقول لي 1.44 1.445 متر الى كيلو متر. كل اللي هعمله عشان احول من متر لكيلو متر هضرب في 10 وسالب 3، يعني يطلع 1.445 في 10 اس سالب 3، وزي ما تطلع لك على الآلة. ممكن تكتبها كده صح، او ممكن بقى تعمل عمليات تقريب. ماشي، تعمل عمليات تقريب، يعني ايه؟ تبقى 14.45 في 10 اس سالب 4 وهكذا. تمام، يبقى انت كده بتشتغل بكل هتعمله هتشتغل بالآلة الحاسبة. طيب رقم 2، 2.41 سنتي الى متر، يبقى هضرب الرقم ده في 10 اس سالب 2 عشان احول من سنتي الى متر. طيب متر الى ملي متر هضرب في 10 اس 3، يعني الرقم ده هضربه في 10 اس 3، يبقى 235.3، خلاص هضرب الرقم في 10 اس كام؟ اس 3. طيب 903.3 نانو الى مايكرومتر، من النانو الى المايكرو يعني من الصغير للكبير هضرب في 10 اس سالب 3. طيب رقم 5، هنا سنتي الى ملي متر. بص بقى هنا السنتي هحوله لمتر هضرب في 10 اس ناقص 2، والمتر عشان احوله للملي متر هضرب في 10 اس كام؟ اس 3. طيب عشان الاختصار هقول كده 8.43 سنتي، يبقى هضرب في 10 اس سالب 2، كده خليتها متر. عايز اخليها ملي، يبقى هقسم على 10 اس سالب كام؟ 3، وهخلصها بالاله. طيب انا هكتبها لك في الاخر نجيب الارقام بكام يعني. طيب عندي هنا 294.5 نانو متر، 294.5 نانو يعني 10 اس سالب 9. عايز اخليها سنتي، السنتي ده 10 اس سالب 2 على 10 اس سالب كام؟ اس سالب 2. طيب هبدا بقى احل فيها كده اهوت، ونطلع بقى بالتقريب. قلنا دي تطلع زي ما هي على الاله، 1.445 في 10 اس سالب 3، ورقم 2 بالتقريب هتطلع هضرب الرقم ده في 10 اس سالب 2، يعني تطلع بالاله برضو 2.41 في 10 اس سالب 2. ورقم 3 هتطلع نفس الرقم، هضرب في 10 اس 3 عادي جدا. ورقم 4 903 في 10 اس سالب 3. ورقم 5 لما اجي احسبها هتطلع بكام؟ هتطلع في الاخر بالاله تطلع 8.43 ملم. واخر واحده رقم 6 لما اجي احسبها هتطلع لي 294.5 في 10 اس سالب 7، 294.5 في 10 اس سالب 7. تمام، ده كده بالتحويل النهائي بالاله. طيب السؤال رقم 24، رقم 24 بيقول لي ادرس الشكل البياني المقابل. طيب هنا بيقول لي ما العلاقه بين درجه الانصهار المواد النانويه ونصف قطر الدقائق؟ نصف القطر اهو، نصف القطر كل ما يزيد كل ما درجه الانصهار بت ايه؟ كانت بتقل، والعكس صحيح، نصف قطر الدقائق لما يبدا يقل تبدا درجه الانصهار بت ايه؟ بتزيد. يبقى العلاقه بينهم كده علاقه ايه؟ كده علاقه عكسيه. هقول كده تاني، درجة الانصهار بتقل كلما زاد الحجم، والعكس ايه؟ والعكس صحيح. خلاص، طيب بين علاقة عكسية، علاقة عكسية ليه يا مستر؟ هقول كده ليه؟ عشان درجة الانصهار بتزيد كل ما نصف القطر ايه؟ قل، والعكس صحيح. طب رقم 2، ايهما يكون اكبر درجة انصهار، دقائق الفضة بمقياس الماكرو ام مقياس النانو؟ قلنا النانو كل ما يكون نصف القطر اقل كل ما يكون درجة الانصهار ايه؟ اعلى. يبقى هقول ايه يا اولاد؟ هقول درجة الانصهار بمقياس النانو. طيب السؤال رقم 25، 25 بيقول الشكل المقابل نوعين من حلقات الذهب، في ده اصفر وده احمر، حلقات رقم 1 حمراء و2 ذهبية اللون، ده لون العادي، ما التفسير العلمي لاحمرار حلقات الذهب؟ احنا قلنا كل ما صغر الحجم الى الحجم النانوي اللون بيتغير نتيجة تغير التفاعل مع الايه؟ مع الضوء. خلاص، يبقى هنا لو سألني في رقم 25 عن السبب هقول له هنا لأنه كلما قل الحجم عن 100 نانومتر اللي هو الحجم النانوي الحرج يعني، اللي يحصل تتغير خواص الذهب ويختلف تفاعله مع الضوء ويعطي اللون الايه؟ اللون الأحمر. طيب السؤال رقم 26، تتميز حبوب السمسم بأنها تحتوي على كمية من الزيت تعادل تقريبا نصف كتلته، وتعتبر الطحينة هي الخليط الناتج من المواد الصلبة
الناتجة عن عمليات الطحن الدقيق لحبوب السمسم المحمصة وزيت السمسم الناتج عنه. في ضوء فهمك للخواص الفريدة للمواد النينوية، وضح السبب في اختلاف طعم الطحينة عن طعم السمسم المصنع له. ما احنا لسه قايلين بقى كل ما كل مطحن اللي بيحصل بصغر الحجم قوي، وبالتالي بتظهر خواص جديده ما كانتش معروفه او مختلفه عن الحجم الايه الاصلي. يبقى اقول هنا احنا عملنا طحن صح، يبقى مساحه السطح زادت، مساحه السطح بتزيد، وبالتالي النسبه الى الحجم هتكون كبيره جدا فتتغير الخواص. بهنا النسبه بين مساحه السطح الى الحجم بتكون ايه، بتكون كبيره. طيب وده السبب طبعا ان انا ايه طعم الطحين مختلف عن طعم السمسم. الجدول التالي يوضح الابعاد الثلاثه لاربعه مواد مختلفه W و X و Y و Z، طول عرض وارتفاع للثلاثه. طيب عايز رمز الماده اللي تعتبر غير نانويه، غير نانويه يبقى عندها الثلاثه اكبر من 100 نانو، طبعا دي كلها بالمتر، يبقى احط جنبها كلها هضرب في 10 اس 9 ليهم كله. طيب دي كده هتطلع لي في الاخر انا عايز ماده غير نانويه، يبقى هنا الثلاث ابعاد هيكونوا اكبر من 100 نانو متر. اكبر من كام؟ من 100 نانو متر. طب ركز معايا بقى كده، ايه بقى الماده هنا الغير نانويه؟ الماده الغير نانويه لما اجي ابص كده هتلاقي الماده W كده كلهم اكبر من 100 نانو. ازاي ده كده؟ لما اضرب في 10 اس 9 هتطلع 17 في 10 هيطلع ب 170، اكبر من 100. طب هنا 83 ده اكبر بكتير قوي من لو ما احط 10 اس 9 اهيت، هتطلع هنا 83 في 10 اس كام؟ 10 اس 5، تمام؟ يبقى ده اكبر من 100 بكتير، اكبر من 100 نانو بكتير، ودي برضو اكبر من 100، وبالتالي W ديت هتكون غير النووية لان ابعاد الثلاثة بيكونوا اكبر من 100 نانو. طيب رقم 2 وحديت البعد النانوي، هتلاقي وحديت البعد النانوي المادة رقم Z. ليه؟ هتحط هنا 10 اس 9 وتحط هنا 10 اس 9، دي هتطير مع دي 49، ده حجم نانوي. طب لما تحط هنا 10 اس 9 تمام، لما تحط 10 اس 9 هنا هيبقى لك 10 اس 3، ده غير نانوي وده غير نانوي، يبقى ده هيكون الاختيار ايه؟ زد. وهنا هيكون الاختيار في رقم 3 اكس، ليلة ثلاثيه البعد النانوي. برضو زي ما حليناها قبل كده تضرب في 10 اس 9 10 اس 9 10 اس 9 هتطلع كلها ايه؟ اقل من 100 ايه؟ من 100 نانو. السؤال نمبر سؤال رقم 28، الشكل المقابل يوضح عربة مصعد اللي هو الاسانسير معلقة في حبل الجر، وهو عبارة عن حبل من الفولاذ المجدول المكون من شعيرات، يتكون او يتراوح قطر كل منها من 6 الى 11 نانو مليمتر. ما البديل المستقبلي لحبل الفولاذ الذي يتميز بالخصائص الاتيه؟ ايه هي الخصائص بقى؟ اول حاجه بيقول لك ان هو اخف بكثير وقطره حوالي 60,000 نانو متر، اللي هي قطر شعره الراس. قطر شعره الراس انت كده وكانك بتكلم على انابيب الكربون النانوي، انابيب الكربون النانويه، واحنا قلنا اصلا ان دي بتستخدم في عمل مصاعد الفضاء عشان مسافه طويله جدا واحبال رفيعه جدا. السؤال اللي بعده رقم 29، يمكن استخدام كره البوكي في تخزين غاز الهيدروجين المستخدم كوقود لبعض السيارات الحديثه، لماذا يناسب النموذج الجزيئي لكره البوكي في تخزين الهيدروجين؟ احنا قلنا ان كره البوكي من جوه هي كره ايه؟ هي كره مجوفه. هقول لي بقى عشان كره البوكي كره مجوفه، كره ايه يا اولاد؟ كره مجوفه، وبالتالي يمكن تخزين الوقود بداخلها. طيب الشكل التوضيح المقابل لروبوت نانوي بيحلم الدكتور مجدي يعقوب ربنا يديله الصحة باستخدامه في مجال تخصصه اللي هو جراحات القلب الدقيقة جدا، وده دون تدخل جراحي، اقترح أهمية طبية للروبوت النانوي. بص يا سيدي خد عندك، ممكن استخدمه مثلا في الغسيل الكلوي. طيب ممكن استخدمه تاني، ممكن استخدمه في إزالة الجلطات، إن أنا أزيل الجلطة من غير ما أعمل تدخل إيه؟ جراحي. طيب تعالى نتكلم بقى على أنماط جديدة من الأسئلة. نمط أسئلة اختيار إجابتين، اختار إجابتين صحيحتين من 5 اختيارات. طيب السؤال الأول، السؤال الأول بيقول لي أي هذه المواد يمكن أن يكون لها هذه الأبعاد؟ 11 من 100 في 10 أس سالب 10 متر،
11 وده متر، خلي بالك ودي متر. خلينا بقى نضرب في 10 اس 9 الاول كده مبدئيا عشان نخليها ايه، عشان نخليها نانو. طيب 10 اس 9 هيبقى هنا 10 اس ناقص 1، يبقى ده هنا يطلع لي 0.11 في 10 اس سالب 1، تمام. يعني انت كده بتتكلم على 0.011 نانو متر. طيب اللي بعدها 18 من 100، يعني دي 18 في 10 اس سالب 7، لما اضربها في 10 اس 9 تطلع لي في الاخر 18 في 10 اس 2، وهنا 320 في 10 اس سالب 11، يعني 320 في 10 اس هضرب في 9، هنضرب في 10 اس 9 هنا كده، لما هضرب في 10 اس 9 هيبقى لي كام؟ 10 اس كام؟ اس سالب 2. 10 اس سالب 2 يعني تنفع 3.2 نانو متر. طيب أغشية نانوية رقيقة، تنفع أغشية نانوية رقيقة؟ تنفع أغشية نانوية رقيقة. طيب تنفع إيه تاني؟ الأغشية النانوية الرقيقة دي كانت إيه يا ولاد؟ كانت من المواد أحادية البعد النانوي. أحادية البعد النانوي، إيه هي المواد أحادية البعد النانوي عندنا هنا؟ اللي هو البعد الثالث ده، لكن ده مش نانو وده مش نانو. يبقى هاخد بقى أحادية زي مين؟ كرة البوكي لأ، أنابيب الكربون لأ، صدفات النانو لأ، أسلاك النانو أه، يبقى ألف ودال عشان مواد أحادية البعد النانوي. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول المادة التي لها الأبعاد 196 نانو و87 نانو و91 نانو، ده كده نانو نانو وده ما هواش نانوي، يبقى كده دي مواد ثنائية البعد. ثنائية البعد يمكن استخدامها في صناعة مرشحات المية؟ طبعا لا. طيب يمكن عمل مصاعد الفضاء؟ اه، أنابيب الكربون. طيب يمكن تغليف اسطح السيارات؟ لا. هل يمكن توصيل الخلايا؟ لا، دي ثلاثيه البعد. اجهزه الاستشعار البيولوجيه؟ اه. يبقى الاجابه الف وه عشان دي مواد ثنائيه البعد اللي هي انابيب الكربون النانويه، دي انابيب الكربون بس لازم اقول له النانويه. السؤال الثالث، ماده ابعاد دقائقها 97 79 نانو 92 نانو 81 نانو، دي كده ثلاثيه البعد النانوي. الجزيء منها مكون من 60 ذره متماثله، اذا شكلك بتتكلم على كره البوكي. طيب اعمل ايه بقى؟ ايه بقى من خصائص هذه الماده؟ القدره الفائقه على توصيل الكهرباء، هنا اخذنا توصيل الكهرباء ده اخذناه في انابيب الكربون مش في مواد ثلاثيه البعد النانوي، الف لا. صلابتها القويه خدناها في برضو الياف الكربون، ودي ثنائيه البعد مش ثلاثيه. لا يتفاعل تطحال خارج مع الجسم الانسان، اه كره البوكي بتخش من غير ما تتفاعل، مجوفه من الداخل برضو اه. ترتبط بسرعه مع البروتين؟ لا. يبقى الاجابه ج ودال عشان ديت من خصائص كره البوكي. السؤال رقم اربعه، السؤال رقم اربعه بيقول اذا كان احد ابعاد الماده المستخدمه في علاج السرطان اكس بيساوي 30 نانو، فما احتمال البعد واي والبعد زد له؟ طيب علاج السرطان يبقى احنا اتكلمنا على صدفة النانو واتكلمنا على كرة البوكي. طيب يبقى انا كده بتكلم على مادة ثلاثية البعد النانوي، يبقى عايز بعدين اقل من 100. اقل من 100 يبقى ينفعك هنا رقم بي 10 نانو، وينفع 300 لا 30، يبقى هنا بي ودي.